اهلا وسهلا بيكم في فيديو جديد من قناة امكي ريفيوز. النهاردة معانا افضل موبايلات من فئة سعر 2000 جنيه لحد 4000 جنيه. طبعا انا قصدت اعمل الفيديو ده لان دي اكتر فئة الناس مهتمة بيها في مصر، ودي اكتر فئة تقريبا مبيعات، اكتر كمان من الفئات العليا او الفئات الاقتصادية. فدايما هتلاقوني بستهدف الفئات المتوسطة دي لان بيجي لي عليها طلب كتير واسئلة كتير، وايه الموبايل اللي ممكن اختاره في الفئة دي. فهنمشي في الفئة دي بترتيب الاسعار، هنبدأ من 2000 2200 2400 2600 3000 وهكذا، وهنفضل ماشيين في الفئة دي واحدة واحدة لحد ما نوصل ل4000 جنيه. وفي كل فئة يا اما هيبقى فيه موبايل واحد من ترشيح هو الافضل، يا اما موبايلين هما الافضل مع بعض. طبعا الفيديو ده معمول افضل موبايلات في الربع الاول من 2020 لحد شهر مارس اللي هو الشهر اللي لسه خلصان ده، وكل 3 شهور ان شاء الله هنزل لكم فيديو، وهنعتبر الثلاث شهور دول هما ربع من السنة. يعني ده كده اول فيديو في الربع الاول من 2020، هيبقى ناقص لنا 3 فيديوهات، فيديو بعد شهر 6 ان شاء الله، وده هيبقى الربع الثاني، فيديو بعد شهر 9 ده الربع الثالث، واخيرا فيديو في اخر السنه، وده هيبقى افضل موبايلات في اخر السنه واسوأ موبايلات في اخر السنه. فبسرعه كده قبل ما اخش في الفيديو، الله يرضى عليك، انزل اعمل لايك للفيديو واشترك في القناه وفعل زرار الجرس عشان يوصلك كل جديد. ويا ريت يا جماعه نعمل لايك بجد للفيديو، لان اللايك بيساعد في انتشار الفيديو اكتر، واعمل شير كمان للفيديو، يمكن حد من قرايبك او صحابك عايز يجيب موبايل جديد فيستفاد من الفيديو ده ان شاء الله. ويلا بينا بقى كالعادة علشان نخش في التفاصيل. واول فئة معانا لو انت معاك من 2000 جنيه ل2100 جنيه، وترشيحي في الفئة دي هيكون الانفينكس هوت 8. عارف ان في ناس كتير هتستغرب، وانا كمان هستغرب، لان انا اساسا مش من محبين موبايلات انفينكس خالص. دي الحقيقة، الموبايل ده هو افضل موبايل في الفئة السعرية دي، وده طبعا من اول تصميم الظهر الهادي جدا اللي بيجي مصنوع من البولي كاربونيت اللي هو البلاستيك، هو والفريم بتاع الموبايل. ومحدش يقول ليه الموبايل مصنوع من البولي كاربونيت، لان ده موبايل في حدود 2000 ل 2100 جنيه، فطبيعي ان هو يجي بتصميم بلاستيك. كمان عندك الثلاث كاميرات الموجودين في الظهر في شكل عمودي، وهتلاقي كمان البصمه موجوده في ظهر الموبايل. كمان الموبايل جاي بشاشه حجمها كبير 6.6 انش من النوع IPS LCD وبدقه HD+. واستغلال الحواف هنا في الموبايل بالنسبه للشاشه يعتبر كويس جدا، لان الموبايل ده بيجي مع الووتر دروب نوتش اللي هو القطع الصغير اللي في الشاشه اللي على شكل قطره ماء، وكمان بيجي بحافه من تحت في الشاشه. ممكن ناس كتير فيكم تشوف ان الحافه دي كبيره نسبيا، ولكن تعتبر الحافه كويسه جدا على فئة سعر الموبايل ده، ما تعتبرش كبيرة خالص. كمان بالنسبة للأداء، الموبايل بيديك أداء يعتبر متواضع لحد ما، بيجي مع معالج من ميديا تيك، الميديا تيك هيليو بي 22، هو المعالج مش قوي إلى حد ما، ولكن الموبايل كمان بيجي مع 4 جيجا بايت رام و64 جيجا ذاكرة داخلية. وبالنسبة للأداء هيديك أداء ممتاز في الأداء اليومي، لكن هيبقى في الألعاب مش أحسن حاجة. هو أنت هتقدر تلعب على الموبايل عادي جدا وتفتح عليه بابجي وكول أوف ديوتي، بس هتلعب على أقل إعدادات، ولكن مازال يعتبر هو أفضل موبايل في فئة سعره بالنسبه لبقيه الموبايلات الموجوده معاه. واخيرا طبعا الموبايل بيجي ببطاريه عملاقه عشان تقدر تلعب وتقعد فتره طويله. هي البطاريه هنا 5000 ملي امبير، ولكن بيجي مع شاحن مايكرو يو اس بي، وتقريبا ما فيش ولا موبايل في الفئه دي بيجي بيو اس بي سي، كل الموبايلات في الفئه دي بتيجي بشاحن بطيء مايكرو يو اس بي، فتعتبر دي مش مشكله خالص بالنسبه للموبايل ده. ودي كده اول فئه معانا اللي هي من 2000 جنيه ل 2100 جنيه. معاك بقى تزود 200 جنيه بحيث انك كده يبقى معاك 2300 جنيه، وترشيح هنا في الفئه دي هيكون للريلمي سي 3. ومع الموبايل ده بقى اقدر اقول لك ان انت هتاخد معالج اقوى من اللي موجود في الانفينكس هوت 8، لان الموبايل ده جاي مع معالج من ميديا تيك، الميديا تيك هيليو جي 70. هو يعتبر معالج قديم نسبيا، ولكن هيديك اداء ممتاز جدا في المهام اليوميه بتاعتك، وكمان هيديك اداء مميز جدا في الالعاب. الموبايل كمان بيجي ب 3 جيجا بايت رام و64 جيجا ذاكره داخليه. وبصراحه بالنسبه لموضوع التصميم، فالموبايل تصميمه شيك جدا، عاجبني كمان عن تصميم الانفينكس هوت 8. الظهر تحسه منقوش كده وطلع زي اشعاع من عند 3 كاميرات، وطبيعي برضو التصميم بتاع الموبايل ده مصنوع من ماده البولي كاربونيت اللي هي البلاستيك، ومفيش اي موبايل في الفئه السعريه دي هتلاقيه بتصميم ازاز. برضو معاك شاشه حجمها كويس جدا 6.5 انش من النوع IPS LCD وبدقه HD+ برضو، ولكن هنا الشاشه الوانها افضل من الانفينكس هوت 8، وهتديك اداء احسن بفرق واضح عن الانفينكس هوت 8. واخيرا طبعا معانا بطاريه عملاقه زي الانفينكس هوت 8 بالظبط 5000 ملي امبير، وبرضو نفس المشكله مع شاحن مايكرو يو اس بي. وانا قلت لكم ما تنتظرش من اي موبايل في الفئه دي ان هو يجي باليو اس بي سي، كل الموبايلات الموجوده بتيجي مع المايكرو يو اس بي، فدي ما تعتبرش مشكله او حاجه جامده تمنعك انك تشتري موبايل زي ده. ولكن الموبايلين دول فيهم عيبين لازم اقول لكم عليهم بصراحه. اول حاجه ان الموبايلات دي بتطول في الشحن بتاعها، وده زي ما قلنا لان الموبايلين دول بيعتمدوا على المايكرو يو اس بي اللي هو يعتبر شاحن بطيء جدا وبطاريه 5000 ملي امبير، فعشان يتم شحن البطاريه دي تقريبا هيتم شحنهم في ساعتين ونص او 3 ساعات. ثاني حاجه ان الموبايلين دول ما فيهمش لمبه اشعارات، وده طبعا لما يجي لك اي اشعار مش هتلاقي اي حاجه، لان ما
ما فيش لمبة اشعارات موجودة في الانفينكس هوت 8 او كمان في الريلمي سي 3. خلينا بقى نعلى بالسعر حوالي 200 جنيه ونوصل لفئة 2500. وهنا انت عندك ترشيحين لموبايلين اجمد من بعض، اول موبايل فيهم اللي هو الريلمي 5 وتاني موبايل فيهم اللي هو الريدمي نوت 8، واكيد كلنا سمعنا عن الموبايلين دول لانهم طبعا نازلين في اواخر السنة اللي فاتت. نسخة الريلمي 5 اللي انا هتكلم عنها هي 3 جيجا بايت رام 64 جيجا ذاكرة داخلية، اما نسخة الريدمي نوت 8 هي النسخة 3 جيجا بايت رام و 32 جيجا ذاكرة داخلية. وخلينا اجيب لك الخلاصة واقول لك بقى تختار انهي موبايل في الاثنين دول، وده هيبقى بناء على تفضيلك انت. يعني لو انت شخص بتفضل التصميم وعايز تصميم من الازاز، تصميم فخم جدا وكمان شاشة من النوع IPS LCD وبدقة Full HD Plus، عايز كاميرات كويسة جدا، ده زائد طبعا اداء ممتاز جدا يعتمد عليه سواء كان في المهام اليومية او في اداء الجرافيك والالعاب، وكمان عايز بطارية ممتازة جدا 4000 ملي امبير هتقضي معاك اليوم كله، وكمان شاحن سريع من النوع USB-C. ولكن المشكلة هنا ان الشاحن ده ما بيجيش في العلبة بتاعة الموبايل، هتضطر انك تروح تشتري الشاحن منفصل عشان تاخد تجربة الشحن السريع، ففي الحالة دي هرشح لك الريدمي نوت 8. اما بقى لو انت شخص مش فارقة معاك التصميم قوي وما عندكش مشكلة انك تاخد موبايل من مادة البولي كاربونيت، مادة البلاستيك، وهتاخد نفس الاداء تقريبا اللي موجود في ريدمي نوت 8 ولكن مع ذاكرة داخلية اكبر، ده زائد كمان انك هتاخد كاميرات افضل بفرق بسيط وكمان شاشة اكبر ولكن مع دقة اقل، هنا دقة الشاشة HD Plus مش Full HD Plus، ده زائد كمان انك هتاخد بطارية 5000 ملي امبير تعتبر اكبر من ال 4000 ملي امبير الموجودة في النوت 8، ولكن هنا هتضطر تتنازل وتاخد شاحن بطيء من النوع مايكرو USB، فهنا هرشح لك الريلمي 5. وطبعا سواء جبت الريلمي 5 او الريدمي نوت 8 فكل الموبايلين دول ممتازين جدا ومش هتخسر كتير لو جبت اي واحد في الاثنين. خلينا بقى نزود 300 جنيه ونوصل لحد فئه سعر 2800 جنيه، وهنا في الفئه دي مفيش غير موبايل واحد يعتبر لسه نازل جديد من شركه ريلمي وهو الريلمي 6i. تقدر تعتبر كده ان الموبايل ده هو الموبايل المعدل من الريلمي 5، يعني هم عالجوا الحاجات اللي كانت في الريلمي 5 مش كويسه عملوها في الريلمي 6i. طبعا في ناس هتسالني عن الريلمي 6 والريلمي 6 برو والريدمي نوت 9 برو والريدمي نوت 9 برو ماكس، وهيقولوا لي انت ليه ما حطيتش الموبايلات دي في الترشيحات. انا ما حطيتش الموبايلات دي في ترشيحاتي عشان الموبايلات دي لسه ما نزلتش رسميا، الموبايلات دي تم الاعلان عنها وانا اتكلمت عنها. طبعا هسيب لكم اللينكات هنا على الشاشه عشان اللي ما شافش الفيديوهات دي، وكمان هسيب لكم اللينك في الديسكربشن تحت، فلما يبقوا ينزلوا ان شاء الله واجربهم هبقى احطهم في ترشيحات افضل موبايل في 2020 ولكن في النص الثاني في 2020، لان طبعا هم لسه ما نزلوش السوق. وخلينا نرجع للريلمي 6i. بالنسبه لتصميم الموبايل، الموبايل بيجي تصميمه شبه الريلمي 5 بالظبط، وانا مش عارف ليه شركه ريلمي متبعه نفس السياسه دي. شفنا تصميم الريلمي 5 والريلمي 5 برو شبه بعض، كمان عندك الريلمي اكس تي كان شبههم، بعد كده اعلنوا عن الريلمي اكس 50 برو وبرده كان شبههم بالظبط، فمش عارف ايه السياسه بتاعتهم. تقريبا التصميم ما فيهوش اي حاجه جديده غير خطوط طوليه كده موجوده في التصميم، هي دي اللي بتفرق ما بين الريلمي 5 والريلمي 6R. كمان هتلاقي الموبايل جاي بنفس مقاس حجم الشاشه تقريبا اللي كان موجود في الريلمي 5، شاشه 6.5 انش من النوع IPS LCD، والمشكله هنا ان الشاشه دقتها HD Plus، يعني ما عملوش تطور وخلوا الشاشه فول HD Plus، كنت اتمنى كده، ولكن التطور والفرق الملحوظ هنا هتلاقيه في الاداء. الموبايل جاي بمعالج من ميديا تك، الميديا تك هيليو جي 80، وده يعتبر معالج كويس جدا واداؤه جبار، فهيديك اداء مميز جدا جدا في الالعاب وهيقدم معاك الاداء اليوميه بدون اي مشاكل. ده طبعا زائد 3 جيجا بايت رام و64 جيجا ذاكره داخليه، ده زائد كمان انك معاك اربع كاميرات في الظهر ممتازين جدا، كاميرا اساسيه بدقه 48 ميجا بكسل، كاميرا زاويه واسعه الترا وايد انجل بدقه 8 ميجا بكسل، كاميرا ماكرو بدقه 2 ميجا بكسل، واخيرا كاميرا للعمق بدقه 2 ميجا بكسل. والصراحه انا بيعجبني كاميرات ريلمي جدا عن كمان شركه شاومي، لان بصراحه معالجه الصور بتاعتهم روعه جدا، وبالنسبه للريلمي 6i فهو كاميراته مميزه جدا عن كمان الريلمي 5، وفعلا في فرق واضح عن الريلمي 5. ده زائد كمان الكاميرا الاماميه الممتازه جدا الصراحه 16 ميجا بكسل اللي هتديك اداء ممتاز، وبصراحه يعتبر الموبايل ده هو افضل موبايل في فئته في الكاميرات وفي الاداء وفي كل حاجه تقريبا، مفيش اي موبايل تاني منافس ليه. واخيرا هتاخد نفس حجم البطاريه 5000 ملي امبير اللي كانت موجوده في الريلمي 5، ولكن المشكله اتحلت بقى بتاعه الشاحن، والمره دي انت معاك شاحن سريع من النوع USB-C 18 واط، تقدر تشحن التليفون بسرعه زي ما انت عايز عن الريلمي 5، فده يعتبر ابجريد مميز جدا عن الريلمي 5، ويعتبر الترشيح الافضل بالنسبه لي هو الريلمي 6R. خلينا بقى نعلى بالسعر شويه ونوصل لفئه من 3000 جنيه ل 3300 جنيه او 3200 جنيه، وفي الفئه دي تقريبا مفيش ولا اي موبايل جديد، وترشيحي هنا هيكون لموبايلين قلناهم قبل كده في فئه سعر 2500، ولكن دي النسخ الاعلى منهم، الريدمي نوت 8 العادي النسخه ال 4 جيجا بايت رام 64 جيجا ذاكره داخليه، والريدمي 5 النسخه برضو ال 4 جيجا بايت رام و64 جيجا ذاكره داخليه. ولكن طبعا افضل انك تزود 100 جنيه بس ويبقى معاك 3400 جنيه وتجيب النسخه الريلمي 5 برو،
النسخة البرو من الريلم 5. وهنا بقى انت هتاخد فرق كبير قوي ما بينهم. هتاخد في الريلم 5 برو شاشة افضل، كمان هتاخد اداء مميز جدا مع المعالج السناب دراجون 712 و 4 جيجا بايت رام و 64 جيجا ذاكرة داخلية. هتاخد كمان 4 كاميرات مميزة جدا عن الريلم 5 في معالجة الصور وفي التفاصيل اللي بتطلع في الكاميرا. هتاخد كمان كاميرا امامية مميزة جدا عن اللي موجودة في الريلم 5 العادي، وهتاخد كمان بطارية 4000 ملي امبير ممتازة جدا هتقضي معاك اليوم لاخره. يمكن تكون البطارية اقل من الريلم 5، ولكن هنا هتاخد شاحن سريع جدا من النوع فوق الاصدار الثالث، فالموبايل هيشحن معاك في حوالي ساعة ساعة وعشر دقايق بالكتير قوي. فطبعا انا برشح وبجدارة الريلم 5 برو في فئة سعر 3400 جنيه، ومنصحش انك تجيب ريدمي نوت 8 والريلم 5 من فئة سعر 3000 ل 3200 جنيه. رأيي انك تزود لك 100 جنيه ولا 200 جنيه وتجيب الريلم 5 برو، هيفرق معاك كتير بالنسبة للأداء وبالنسبة للشاشة وبالنسبة للكاميرات وكمان بالنسبة للبطارية والشحن. نعلى بالسعر بقى ونوصل لحد 3900 جنيه، وده اخر موبايل معانا في الفيديو، وهو الريدمي نوت 8 برو. طبعا انا كنت عملت فيديو عن الريدمي نوت 8 برو واستعرضت كل حاجة بالتفاصيل في الريدمي نوت 8 برو، ايه الحاجات المميزة اللي عجبتني فيه وايه الحاجات اللي ما عجبتنيش فيه. اللي لسه ما اتفرجش على الفيديو، الفيديو هيظهر لك هنا على الشاشة فوق. وخليني اقول لك بقى ايه الزيادة اللي انت هتاخدها عن الريلمي 5 برو لما تروح للريدمي نوت 8 برو. اول حاجة هتاخد حجم رام اكبر، هنا الرام 6 جيجا بايت مش 4 جيجا بايت زي اللي موجود في الريلمي 5 برو. كمان هتاخد تصميم من الازاز، تصميم فخم وشيك كده، وحاجة تحس ان هي موبايل بريميوم، موبايل فخم في ايدك، مش طبعا تصميم بولي كربونات زي الريلمي 5 برو. كمان هنا طبعا هتاخد بطارية اكبر شوية 4500 ملي امبير، ولكنك هتاخد شاحن اقل شوية 18 واط. طبعا الشاحن الفوكسري الموجود في الريلمي 5 برو اسرع من الشاحن الموجود في ريدمي نوت 8. فمن الاخر كده، لو انت عايز رام اعلى شوية، كمان تصميم من الازاز، وعايز كمان معالج اداؤه افضل شوية، وخصوصا كمان لو انت شخص محب للالعاب، فبالنسبة للريدمي نوت 8 برو هو هيديك التجربة اللي انت عايزها دي في الالعاب. اما لو انت مش محتاج الحاجات دي فخليك في الريلمي 5 برو، صفقة ممتازة جدا ويعتبر هو افضل موبايل بالنسبة لي. وبس كده، دي افضل موبايلات من وجهة نظري في الفئة المتوسطة من 2000 جنيه لحد 4000 جنيه في الربع الاول من 2020. اشوفكم الفيديو الجاي، سلام.